السلام عليكم جميعا، إن شاء الله تكونوا بخير. وياكم مستر سيف من أمريكا. يوم رجعت لكم فيديو جديد، مخزن جديد، إن شاء الله يكون بغراض زينة. طبعا هالأيام هذه الاستورجات والمخازن كلش غالية لأن المعروض قليل والطلب هواية. فاليوم أخذت هذا الصغير اللي هو 5x5 قدم، اللي هو هذا 474، خذته 120. فخلونا نشوف شنو اللي بداخله. نفتح ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما تشوفون الغرف كلها معلبة وكلها تقدمين تحتوي على ملابس، شغلات هواية زينة. مثل عندنا هنا أنا كله بالتاقات، ملابس، شغلات كريسمس وغيرها. فخلوني أحملهم بالسيارة لربما أصورهم بالبيت، أو إذا شفت مجال هنا أنا راح أصورهم وشوفكم شنو اللي بداخل هذا المخزن. ما شاء الله بيه غراض هواية، وهاي كراتين، شغلات كلش حلوة شفتهم هنا. فالأفضل إنه أرجع على البيت ونزلهم وصورهم تصوير تفصيلي أحسن ما صورهم هنا. فإن شاء الله بنرجع على البيت شوفكم اللي بداخل هذا المخزن كله. هنا أنا جبتهم بس المفاجأة طلعت عندي. نشوف هذا أول كيس كله أوراق بريد تراش. نفس الحالة كلها أوراق تراش. نجي هذا تفيد تغطي كلها تراش. هنا يعني وسخ، يعني كل شيء ما يفيد يعني للكب. نشوفه هذا رابع تشيز، هذا هنا خامس تشيز، كله وسخ. نجي نكمل هنا ملابس، قسم منها تشوفون هنا أنا بالتاقات مالتها. الملابس نقدر نبيع من عندهم ونقول هذني إذا بقراش سيارة ينباعنا ب10 دولارات، بس نظرا لكثرة التراش كما تشوفون هنا كل هاي تراش. شوفون يعني كياس هواية بيها تراش. فخلوني أعزلهم، أعزل الوسخ وخلي بس الشغلات اللي تنباع وشوفكم ياهم. هاي هنا أنا بعد ما صفيت الغراض اللي أريدهم، شوف كلها وسخ وأوراق بريدية. يعني سبحان الله، مدري العالم ليش يجيبهم يحتفظون شغلات أصلا ما إلها فائدة. يعني همين لو ملابس نقول صور نقول نديها مجال، هذا راوتر بيها مجال، لكن الباقي كلها أغراض بريدية. ما علينا، هاي الغراض اللي طلعتهن. خلونا نبدي نقول بسم الله. أول شيء عندنا أعتقد هنا أنا ملابس نسائية، 2 أو 3، 3 تخومة maybe، يمكن 3 تخومة نسائية أو 2. يعني نفتحهم ونشوف شنو فيهم. نبدأ نقول على دول 20 دولار. عندنا هنا هسه جاي الشتاء، هذا هيتر واحد، هذا سواله 40 دولار. عندنا هنا هذا مثل الشوميني او المدفأة، حلو اذا شغال. من عندنا هنا 30 دولار. عندنا هنا هذا الفرن، هذا همين سعره
نقول 15 دولار، وهذا همينه 15 دولار. هنا أنا مدفأة زيتية من إذا شغالة هذه 40 دولار. عندنا هنا أنا هذا كلش حلو، هذا همينه الدرينكر من يسوال، هذا بيع من عنده هواية على 30 دولار. وهذه مدفأة يراد لها تنظيف، طبعا كلهم يراد لهم تنظيف. هذه عندنا همينة نقول 20 دولار. ونجي نفوت على الباكسات نشوف شكو بالباكسات، شوف الشغلات حلوة. نبدي بأول شيء هنا أنا. هذا لوشن تراش، هذه بخاخة مالت العطر، هذول دي في دي، دي في دي، نعم دي في دي، بس هذا الشيء ما بيه اصلا. هذا بطن دي في دي موجود، هذا بعد اصلا ولا مفتوح، سيلت، هذا من سيلت، هذا ما بيه، هذا ما بيه، هذا اخر واحد سيلت ما مفتوح. ثانية خاخة هواء، صور مع الأطفال. عندنا هذا كاندل أو شمع كلش حلو، تصير ريحته عطر مالته كلش حلو. هذا الباكس كله 10 دولارات. نجي نفتحها نشوف شنو هنا. واحد، هذا اثنين، هاي تتخلى جوا الباب، هاي حلوة، هاي تحك بيها ظهرك وهي تصير تكرمون، احنا نسميها كرتة للأحذية، تلبس الحذاء زين. هاي عندنا هنا أنا هذا الباكس مع هذا الحذاء 20 دولار. نجي هذا كفر، هذا بلاستيك يعني نقدر نكفر به شغلات، هذا 5 دولارات. أنا شنو هذه؟ شجرة عيد ميلاد صغيرونة مع حبيبنا بابا نويل سانتا كلاز، هذا 10 دولارات جت كريسمس. وهذا عندنا هنا أنا كاتبين 62 قطعة، شوف كاملة هذه ظاهر كامل، العالم اللي تحبه اشتروها، هذه 20 دولار. نجي هنا أنا. هذا عندنا دي في دي بعد بالباكيت موجود، هذا 10 دولارات. هنا أنا هذا الصحن التقديم الكيك، هذا من نقدر نقول عليه 10 دولارات. هذه مالت الكاندل او مالت الشمع، خلينا نقول على 5، هاي 20 دولار. نانا شنو عندنا؟ هاي ملابس يروحون على تبرع. نانا همينة ملابس، اتمنى ما يطلع بي اوراق، بس انا ما شفت بي اوراق. تراش، شنطة مدرسية بي اوراق، اوراق ما كل شيء. شكرا لنا شي ماركات، كلها أحذية مسائية يعني ده على 5 دولارات، هذا 25 دولار، نحن 25. وهنا هاي ملابس تروح، هنا
الرحمن هاي عجبني اللي هو فيرتشوال ريالتي هيدسيت، كنت اثنين من عندها مثل الفي ار. هي هاي مثل الفي ار، فما اعرف اذا يتخلت يعني بيلد ان اكشن بارن. حلو، هاي اثنين اكو منها، هاي على 20 الوحدة، هاي 40 دولار. يعني شوفوا اعتقد هذا اذا طبيعي سوالع 20 دولار. انا ما ربي هنا ذني هذا شنو، هاي دي في دي هم هنا باع تراش. اوريدي رايح اذب التراش هاني. هاي عندنا هنا هاي مال رياضة، من هذي 10 دولارات ولو مقطوعة، هذي اعتقد هي مقطوعة كسورة، هذي تراش. الباكس بي هاي الكاسات حلوة كريستال، هذي 10 دولارات. هناك البيت رساعتها تروح، هذا شنو هذا؟ والله هذا يصفي الهواء، هذا من 10 دولارات. هذا شنو؟ 5 دولارات. دولارات في هذا الباكس 20 دولار. شوف بعد عندنا شنو؟ النسائية 20 دولار. عندنا هذا السيت كامل يروح له 10 دولارات. هذول دي في ديات، هاي بعد ما مفتوحة، جيم اوف ستانسي. اوكي بعد شنو عندنا؟ ما اعتقد بعد اكو شيء نبدأ نصوره. هو هذه الغراض الحمد لله طلع سعرهن ويجيبن ربح، بس مشكلتهم هذول كلهم تشوفون كلها وصخ، حتى بهذا ال يسموه ستيان مخلين تراش بي، مخلين بي اوراق. هذا الفيديو اليوم، اذا عجبكم الفيديو لا تنسونا من اللايك والاشتراك، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات ثانية. سلام.